حياكم الله. اي نعم، مثل ما هو واضح في العنوان، تقييم يوتيوبرز باور، ولكن بالتيك توك راح اقيم كل شباب باور وكل حساباتهم بالتيك توك. مثل ما هو واضح عزيزي المشاهد قدامك الان، هذه التقييمات خارق، رهيب، جيد، سيء، خرابيط، يعني هبد فهد. وراح اقيم كل حسابات الشباب باور، روب، ناصر، نواف، قعد، جاسر، رايد. ما راح اخلي ولا احد فعاله، ما راح نجامل احد. بسم الله نبدا. هوبا. طيب راح نبدا من الكبير يا اخوان، ما فاهمين يسار، نبدا من قناه او حساب باور في التيك توك. بسم الله نبدا، خلونا نشوف مع بعض اخر مقطع في قناه باور. خلونا نشوف. بسم الله. اوكي، زمن الثمانينات. اوكي 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 اوكي. حلو 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 حلو. اوكي خلونا نشوف هذا. اوكي تذكرت هذا المقطع يا اخوان، اول ما توثقنا في التيك توك. اي نعم، توثق حساب باور في التيك توك، وهذا المقطع حق التوثيق. اوكي خلونا نشوف مقطع ثالث. اوكي خلينا نشوف هذا. اوكي الاكل اخوي جمهور يحبك، ارقام عاليه. اوكي ابو نور ارقام. اوكي انا ما قتلني الا ابراهيم يوم راح الاكل. يب، 1,700,000 مشاهده. دقيقه، هذا ايش؟ اوكي عبد الله حسني. يا اخوان، هذا قبل لا اكون صانع محتوى باور، هذا وقتها اداري، فما بالك انا من يومي اداري هجت معي في التيك توك. خلاص والحين احمد يجي يقول لي هجت معي. وين انا احمد قبل اصير صانع محتوى هجت معي. اوكي طيب، خلونا نقيم حساب باور يا اخوان. طبعا يعني باور يعني ما نقدر نقول شيء شباب، لكن والله وبالله اني ما اجامل احد، ما علي من احد، انه باور نحطهم خارقين وبدون مجامله، يستاهلون الصدق. حساب باور، روحوا خذوا لكم لفه، راح احط كل حسابات العيال تحت في الوصف، روحوا خذوا لكم لفه على اي حساب تبونه. حساب باور راح احط اول واحد، راح تستمتعون، صدقوني راح تستمتعون مره يا اخوان. نروح الروب. بسم الله. اوكي خلونا نشوف هذا. ودي انت دخلت الترند بشارك. اوكي حلوه ذي. خلينا نشوف هذا. اوكي هذا يوم رحنا سكوت جيم يا عيال، مقطع دحوم وفيرفل. خلينا نشوف ذا. يا حليلي جنن. اوكي ما في احد ما سوى ذا الترند. اوكي الله الله الله، ذكريات المقر القديم يا عيال. يا ساتر يا عيال. يا اخي شوفوا بالله، شيكوا على بسام يا عيال، يعني كنا والله العظيم نداوم من قلب. اوكي معقم يحرق المنديل. شوفوا اوكي حط معقم. حلو. اوكي طيب، بخصوص روب يا اخوان، روب صدق محتواه في التيك توك متنوع مره، ينزل لقطات من اليوتيوب، ينزل اشياء يصورها بالمقر واشياء يصورها كذا على السريع. فنعطي روب يا اخوان رهيب، يستاهل رهيب الصدق. ونروح لناصر. بسم الله. اوكي الله الله يا ناصر. الله حلو. اوكي نروح اللي بعده. خلونا نشوف اول مقطع ناصر نزله في التيك توك. اوكي حلو. خلونا نشوف هذا، كريستيانو النعمي. اليوم معنا شخصيه من الشخصيات المرموقه والنادره جدا. تحسبون ذا ولا ذا؟ لا والله. شوف وات از يور نيم؟ كريستيانو النعمي. يا ساتر، اذكر ذا اليوم يا عيال، يا ساتر.
هلأ 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 هذا المقطع أذكر يا عيال يوم ناصر توثق في سناب شات. خلنا نشوف المقطع. أوكي أوكي العيال استقبال وحركات. أوكي أوكي حلو حلو. خلونا نشوف ذا يقول راب ارتجالي. أقول لك جينا من زمان أي. على ذاك أي. المكان اللي قالوا لا تعودوا ما رجعنا للألمان والإسبان ولا قالوا حتى يي يي مام مان. ها شفت اقول لك انا تعبان بكثر الحرمان مالي مال الناس انا في كل الزمان يا اخي مسكين تعال هنا تراني ابغى كلات والله جوعان يي ها 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 يا اخي ناصر يا اخي قسم بالله مو طبيعي. خلونا نقيم ناصر على السريع. صراحه ناصر ما ينزل ما يحرق تيك توك مره كثير بس انه اذا نزل ينزل شيء الصدق انه يعني يكون حلو او جيد يعني ما يحرص انه يكون مره رهيب بس نقول جيد. بس الصدق بكل امان عشان المقطع الاخير هذا والراب الارتجالي اللي سويته يا ناصر ودائما تمتعنا بالراب الارتجالي حقك والله انك تستاهل رهيب. روح رهيب تستاهل. روح الان ننتقل النواف قحط بسم الله. خلونا نشوف ذا المقطع في حساب نواف. والله انت جيك بث إذا اوكي 100 دولار والله لا اعطيه باقي واحده بس اذا جابها يقول لك 100 دولار يلا. ولا لا ما يسويها اوكي اوه ولا نواف نواف مو بهين والله راعي بولينج وحركات ها بسم الله والله يخرش العدو وش فيه ايش فيه طلع بوجهه يمه عرفت هذه اللعبة وش اسمها عيال والله اني ناسيها نايت مير شي زي كذا يكره من روح يا عيال ياو 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 معلش انا انخرشت والله اني اسف يعني انخرشت قسم بالله نصيح الوضع ريلك بنقيم الحين نواف قحط نواف قحط الصدق اعطيه جيد صراحة يعني مو بحريص على الترندات او ينزل اشياء ما ينوع مرة محتوى غالبا على الجيمنج نروح اللي بعده ابو جسرة ابو جسرة انا ما قد شفت حسابه اول مرة بخش حسابه وخلونا نشوف جاسر وش عنده لايكي كوجي المشغل الاغنية روب وما يدري ان جاسر عن شيء فهمتوا؟ طب خلونا نشوف مقطع ثاني لجاسر اوكي هذه شكل مباراة الهلال والنصر اي والله اني ذكرت الهلال والنصر يا عيال يا ساتر يا قدمي والباور هذا نمى طيب الان بنقيم جاسر على السريع جاسر ما ادري بس يا اخي احس انه مسوي تيك توك كذا مجبور مسوي تيك توك كذا غصبا عنه مسوي تيك توك يلا يا عيال العيال سووا تيك توك والله لا سووا تيك توك احس ودي اعطيه خرابيط سيء تستاهل سيء خذ هذه مني ما راح اجامل احد يا عيال والله العظيم ما نزل لي تيك توك واحده هو موجود فيها او ثنتين والباقي كان يصور سناب المهم نروح اللي بعده نشوف رايد ابو وجه طويل بسم الله نبدا اوكي خلينا نشوف هذا المقطع حق رايد وصل 1,000,000 مشاهده اوكي خلونا نشوف هذا من اللبس هذا فضيحه بين اجسام العيال شوف شوف هذا طرس العقل يا ساتر يا عيال يا الله يا الله هذا اكثر مقطع مشاهدات عند رايد 2,000,000 رايد اقسم بالله يا اصف والله اصف يا اخي اقوى واحد سوى الترند يا عيال بعدها قفل قفل ملفهم خلاص المفروض بعدها يقفلون الترند يا اخوان 5,000 وجبه طيب انا بريد من نوع الان حياك الله استمرم هذا وشا يا انا ليش توني شفت المقطع يا ساتر
لا 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 مو طبيعيين والله مو طبيعيين اقسم بالله رايد انا بقيمك على طول والله العظيم قسما بالله بدون مجامله يا عيال رايد في التيك توك بكل بساطه هو الثاني اللي يصف جنب باور اي نعم رايد راح احطك خارق قسم بالله انك تستاهل والله العظيم على المقطع اللي قبل طيب يا اخوان ما بدنا نطول ننتقل للفيرفول بسم الله اوكي خلونا نشوف هذا الفيديو الفيرفول هذا اذكره حق بنتال بندلة صح طبعا هذه سلسلة وكان مرة قوي صراحة السلسلة دي ابدع فيها مرة دحوم اوكي هذا وشو اوكي الستريم سنايبرز سلق وش في دحوم والله يا انك روحتني هذا ايش مكتوب فين يعني القى الحب اوكي هذا برضو سكوت جيم يا عيال حرفيا هذه ما كان فيها حرفيا خلاص توقعنا ان فيرفول هنا مستحيل يفوز باقي 3 أو 4 ثواني وصدق انها جت كذا ما ادري شلون ركبت يعني لقطه اسطوريه فيرفول دا ودحوم يعني والله انه رهيب صراحه ما ينزل مره كثير هذه مشكله صراحه تستاهل خارق لو انك تحرك في التيك توك تستاهل خارق لكن ابغى احطك رهيب يعني نروح اللي بعده اللي هو سلطان فاصلي وجاك يا ستوب والله مركب اغنيه حزينه إيه أذكر هنا زياد مرة تعور يا عيال بس ما تنسوا هي راح يسوي فيها أهات وما أدري وش أوكي يعني من هذه الحركة أقسم بالله من ذا المقطع والله يا سلطان إن كانك تشوف ذا الفيديو ودي أحطك خرابيط والله العظيم يا الله يا عيال انا بروح اقيم بقيم 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 على طول انا عارف نوعيات سلطان قسم بالله عارف نوعيات يا عيال عارف نوعيات سلطان في التيك توك هذول خرابيط قسم بالله سلطان وش الخرابيط ننتقل الان لحساب ايفا يا اخوان خلونا نروح نشوف اختنا ايفا وش تنزل بالتيك توك ايفا اللي واضح الان انها تنزل جيمينج اوكي حلو شالت الاول هذا كود يا عيال والله يا هي مره معرقه يا ساتر اوكي شالت الثاني اسلم السلم اوكي ايفا ما تمزح يا عيال والله حلو 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 اوكي 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 بنقيم اختنا ايفا على السريع ايفا صراحه محتواها غالبا كله جيمنج في التيك توك ونزلت فيه مقطع ومقطعين كذا تكون عن مقاطعها باليوتيوب او انه فلوق خارجي بعطيها بكل امانه جيد تستاهل جيد ولو تنزل جيمينج اكثر توصل لرهيب انا متاكد من ذا الشيء يا ايفا طيب ننتقل الان البهاء او سي 7 ليتس جو سنه ونص عشناها هنا من ايام حلوه ومن تصوير وشغل الله 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 نفس الشيء من نفس ناصر اكيد سالب واحد حبيبي وجهي كله خدود في خدود يعني طبيعي وش قاعد اسوي الله يقرا ذا المقطع قولوا امين الله ياخذ ذا المقطع ان كاني ما انسى وراح اجيب في فلاش باك شفتوا الايفون اللي وراكم اياه بوريكم الان وش تاخذ ايفون بسم الله يا رب هاي ايفون 13 طيب خلونا ننتقل للتقييم بهاء او سي 7 بهاء صراحة ما ينزل كثير مرة قليل ينزل يعني ما نزل من فتح التيك توك الا 6 مقاطع من الكثير ما توقع عدى 7 بهاء ابعطيك جيد تستاهل جيد فنروح اللي بعده احمد شو بسم الله خلونا نشوف هذا احمد شو اوكي بس لا حد يضحك والله هذا احمد يا ساتر والله وين يا عيال والله يا فرق بين السماء والارض اوكي خلينا نشوف هذا يا اخوان هذا الترند اوه حركات ابو شو احمد ابو شو اسمع انا اسف مره لكن والله رايد قفل ملفك والله خلونا ننتقل الان لتقييم احمد ابو شو والله العظيم حسابه ممتع رهيب يستاهل رهيب لو في فوق رهيب يعني بين رهيب وخارق ابى احط ابو شو يستاهل ننتقل الان لاحمد او شونغ اكس بونغ بسم الله
مثل ما هو واضح يا اخوان احمد ما عنده الا مقطع واحد نزله. اوكي يقول قبل ما اخش التيك توك بعد التيك توك يا الله يا الله. مثل ما هو واضح يا اخوان احمد نزل تيك توكه واحده بس. تقولون احمد يوم قيمني وش حطني؟ والله نسيت وش حطني بس انا متاكد ان حطني اسفل السافلين، حطني تحت مره. صراحه عجبتني الحركه حق التيك توك فبحطك صدق جيد ميزة اكس او زياد. بسم الله. يا اخي ذا المقطع هذا الترند يا اخوان مستحيل مستحيل تضبطه، صعب صعب مره مستحيل. خلينا نشوف هذا. اوه انا يصير له حادث. طيب اقيم زياد بكل صراحه على انه ما يحرق بس انه حلوه، تيك توكاته حلوه ولطيفه كذا تجنن زيه، تجنن زياد يقلبس. فبنحط زياد بكل صراحه جيد، يستاهل جيد زياد. نروح لاخر واحد المدير الكبير نختم فيه اللي هو ابراهيم هنتر. خلينا نشوف هذا، هذا مقطع عند ابراهيم مليون مشاهده. ليه ما في صوت يا عيال؟ ليش ما في صوت المقطع؟ كيف شونغ وركان يشوفون المقر؟ كيف حنا نشوفه؟ اوكي طبيعيين حلو. كيف ابو زهر يشوفه؟ حلو 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 حلو. فبكل صراحه نحط ابراهيم جيد، نحطه جيد. ابراهيم تستاهل جيد، مفروض اني احطك خرابيط جنب سلطان. يعني انت سلطان صراحه جنب بعض لابقين لبعض. اقول لك شيء بثبتكم زي كذا، انت سلطان جنب بعض يعني احس كذا مناسبه مره. ولا هنا وصلنا لنهايه المقطع، الله يعطيكم الف عافيه. تاكد قبل لا تقفل الفيديو تاكد انك مشترك وفعل جرس التنبيهات، هالشيء يعني لي الكثير. الله يعطيكم العافيه، السلام عليكم.